الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهن وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي بيري صلى الله عليه وسلم: ما من نبي نبي مجر إلا وقد أنذر أمته وحو أمتي سأقدقي الأعور الكذاب. الأعور وإلا وه كي إشلاء الكذاب بين لها أها أما بين بدنها أها نبي مجر إلا الدجال وأقدقي أمتي س كذب النبي وحو شغير عليه السلام علامات أما السمت سمده سكم ذا وحير ألا إنه أعور وإلا إيهي وإن ربكم عز وجل ليس بأعور إلهين عز وجل ما إلا مكتوب بين عيني لبدي سإندور لحظة وحاكويا لصدح ذا الحرف يسعو صعودا كافارا كاف أقوني أقران يفاء أغوني أقران يرى أداس أغوني أقران كفر متفق عليه. مركا لبدا علامات من نبي وحل كان شاقي علامات دكو بادوائنو إلا إياه علامات دا لبدا وحل كان حديث كان كجرين حيوان لبدين سعين دوت أحضا دا وحاكويا لسد أحضا حرف حاكا لأو سوار أرتي إن قف كستو عربي قران يقفا قران هي إن قف وحيقان يقفا وحاقونين وآخريين كفرادس مركا وعلامات كلا إسنا لغو قران هيو. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي حيري ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما إذن كورما أيور نبي صلى الله عليه وسلم حديثا عن الدجال حديث دجال كساب سنما إذن كورما لا أحدثكم حديثا ورما إذن سيا عن الدجال ما إذن كسيا ما حدث به نبي قومه أون النبينا قومك يوم دي سأشاق إنه أعور وإلا يهي وإنه يجيء وحل من دون الدجال بمثال الجنة والنار وحجنة أؤك إيا النار حق صور كي جنة كيهن يا كتاي حق صور كان النار بكتاي لكن حقيقة هان وإنك صور دافني إن أردتك لدوانتاي فالتي يقول إنها الجنة تنؤليه وجنة هي النار والنار حقيقة متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال نبي الدجال بوشيغي بين ظهراني الناس ذكر لحظوظة أي مال دجال كورمي. فقال نبي حيري إنه ليس إن الله ليس بأعور إلهي معورنا وما إلا ألا إن المسيح الدجال هو ياي لكن مسيح الدجال كان إلا وهن دجال كيه ومسيح حلقه بحيده وإلا إياه إلبو مسيحيه نبي عيسى مسيح حلقه بحيده سأقول لكم مركا مريا أما دادكو دوين جريب ودقع أنتي سكون مسيح جريب مركا نبي عيسى مسيح الهداب اللي يراه داسان صورافني كان مسيح الكذاب ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى الشمذيك أيوه لبلائيهي.
كأن عينه إشي سوحاد مودة إشنو لأي هاي عنبة طافية عنبة حبد عنب أها وفيري عنب هادي حبد مدوى عنب هاد مودة طافية أو دلس بين هاي سبيو يعني حبد عنب بيو دلس أو تصير أي شكل قيدو يهي أي إشي سوتها هاي مركة وإشي وين أي دلتال متفق عليه. أحاديث الدجال هل كاسو إمامكو كغبحي عليه رحمة ربي كدبنا أحاديث كالو إنو بالله بدونا أو بابك كالكو سابسن كل الدجال لو إذن كارك إنو الشيخ كو ديراضي وحو أقول ديراضينا وأهمية دو قبو وحونا الشيخ شارحا كتاب كان شرحي دليل الفالحين ابن علان وكسو النقلية أبو النعيم بسند حسن كما قال الحافظ إن ويري سوري أثر كان في تنت الدجال مركو كورمي ومدى انت لأك انت سو قارضة أدونك الدجال وانك سو دافن ملك استئنو مريو مركو دلتك كفت نوبي دون الدجال وقال أردن منافق أردن مسلمين تلاحظون دلتك كفت نوبي دون ودلتك عوامك دلتك عوامك أها يقولون ودلتك كفت نوبي دون قفكها وليبا دادك جهلي وابدن يهي وحنان امك اخرينو يا حديثنان اخرينو يا وركن دجال كسو عروري شرعه اسلام كان وربك هينين مركة اركان ودادك كفد نوبي دونا نبي قنا دو سيشيك اخر الزمنك انو جهلي سيب بلن دونا حتى ميلها قاركود اي دادك يرهدين ادركنا عن اباينا هذه الكلمة أباياش يوحن كم قلجرني كلمة دن لا إله إلا الله ما أنت نويش يا جم ودمتن وجمهوريات كن أنت بدن آسيا دن يروش ككل الجري إن حالة دا كنا يندك لا إله إلا الله وح كبلنبا أين الجرين هينين بكوفكم مركو هل كا معلومات كيسو أي كجوجان دين تإسلام كفتن تنا أي تمادو دوحو كجبد بادي أهو بهدو قفكم ما هيستو marka sababta uu weyn muslimiinta dhaxdooda ku fidnay dadkan ku fidnoo doona muslimiinta dhaxdooda dajjal waa dad ay u geeyneysa jahli iyo cilmi la'aan iyo basira la'aan marka hubka kaga badbaadi ku waxa ka ah inay basira jirto basiraduna waa cilmi cilmiguna horena soo sheegnay shartu ma aha adigu inaad caalim tahay laakiin waxa muhiim ah inaad culimo ku xidhan tahay noloshaada oo dhan dadka labaad ee ku fidnoobay oo fur badan waa dumarka dumarku iyaguna waa dadka aad ugu fidnoobi doona lidalka asarka waxa ku soo aroray in dadka inta la'eg dad malaayiin taa dadka ka badbaadayay waa 12 kun oo kaliya caalamka inta la'eg iyo 7 kun oo naagood intaas ka badbaadi doonta wuxuu soo gaado inta kala waxweeyaan waddadka ku fidnow bay doona marka dajjal iyo fitantiisuna aad bay u fara badan tahay marka hore waa qof bani aadam ah san soo dhaafnay marka hore sheekadiisu waxay ku bilaabmi waan iska sheekh oo iska wadaad iska caadi ah dad badan xirra halo ho soo iska aha haddana waxa weeyaan dhulku mari doona asagoo sheekh oo laga barakeeyo laga duceysto muddo markuu doon joogana waxa weeyaan wuxuu sheegan doona karaamad iyo waxa soo kale muddo haddana markuu sii joogana wuxuu sheegan doona walinimo iyo mahdinimo iyo haddana wuxuu oran doona nabi baan ahay magaalada kuufa markuu tago oo gaarana ayuu oran doona ilaah baan ahay waanu marka halkaas warkiisu ka bilaabmi doona waa ninka soo dhaafinaya xadiista faraha badan warkiisa ku saabsan marka waxaa muhiim ah in xadiistiisa aad loo akhriyo حلقة تعليم كأهل لوغو قبط مساجد حلقة تعليم كوريها لغا قبنا انتنا نسوى دافني بابا يريني اني لوغو قبط وركي سأهل لو دوحو ايامهما وحو قفكو كقبت بادنا وانكو العليني وعلى بدا الرموت بالبصيرة اي بالإيمان إيمان انو قفكو ليه دي الله كبق انا الله ده هو مهم ودى إيمانكو هذا نار أركا إن ترى روحنا النار ما هن هو جنة تسيقين ويم يوبهن تاي أنا ندها جبيني سؤال عقل جبيني سؤال ترى روحنا صح ما تون النبي وشجع بس هو روحنا النار تنا هو جنة إن ترى هذاي إيمان ويم يوبهن تاي
يدنا وحي إيمان وينبهن بدي بصيرة إن الله ذهاي بصيرة إن الله بد وقفك إن علماء علاقة لليهاي. لكن من أيام التابعين كن سنة كهر إن إلى ما انتظى شيطانك وحوك لا إلالية لبداس بصيرة إن إيا علم قوك لا إلالية بصيرة إيا إيمان كان كهر ليا يعني زهد إن إيا عبادة إن إيا الله كبقا إيا علم قدن باطن إيا اللي قد ذاله إيا بصيرة شيطانك وحوك لا إلالية حيسكو دا يقوليهان علماء ده إنه إسكود أحرحره كوان كلانا إسكود أحرحره وأنا أرون حتى إمام الشافعي وكسي ديك جري لعلم كان باطن كمثلا تسكية والي هذا سيد القرآن كسو عرورتي علم الباطن والي هذا وده إيمان كي يتقوى ده يتوكل كي يوحى سوح لعركمها وحى باطنها تصوف نوالي هذا مركب إمام الشافعي ورن جري فقيها وصوفيا فكن وروحاد أها تاب ورن جري قفل لبضا بيسكو درسدي وفقيه وعالم أها إيو تسكيه إيو إيمان إيو تقوى دلبضا بيسكو درسو إسكو قادم ونجري فقيها وصوفيا فكن ليس واحدا ورمدونها أقوين يعني قفون تصوفي تسكيه إيو علم الباطن كاون كود ذالة وان ظاهر كي وركهينين هنقنين قف ظاهر كا إيو دي ألفات داون أخرية إيو سورة العلم كريين هنقنين فإني وحق الله إياك أنصح وران كون نصحين بإمام شافعي ورنجري وان كاقدقي إتنها أقويني لبضا بإسكو قاضو أو قف تقود لنا نقو إيمان لنا نقو بصيرنا قف لقم نقو سيدا نقو مركا وحاني ووح بريغا شيطان كوصوب بلا بإنو لبضا كلا إلاليو لبا قروبنا أوكلا سمييو لغا ويابانا مركا قاركو دينو حساسية لحظة دردقو ay dhacayso ba inayna isku fiicnayn marka waxaa muhiim ah qofku labadaba inuu isleeyahay basira iyo iimaan kaasad fitantan dajjal iyo fitnaha kalaba qofku uu kaga badbaadaya kadibna imaamku ay xadiiska leeyno galay wuxuu yiri wa ana bi hurairata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala wuxuu nabigu la taqumu sa'atu sa'adu ki'imaysu ودعي ميسو حتى يقاتل المسلمون اليهود إلى مسلمين تؤيل الدغال من يهود حتى يختبئ اليهودي إلى يهود كقبض وكهوس دبر وكدونت من وراء الحجر والشجر بقح يجيلا هوسطو قليدونا فيقول الحجر والشجر بقح يجيلك وحي أرندونا يا مسلمو هذا يهودي خلفي كان ويهودي دبض إذا فردي تعال فاقتله كالا يدل جيد كستاشيغي إلا الغرقد جيد كغرقد ليرهن موين فإنه جيد كاس غرقد كيهم من شجر اليهود وجيد يهودي متفق عليه marka geedkan qaraqad kale yiraahdo kale Soomaali kuma garanayo magac la yiraahdo laakiin waa geed yahuudeed magaalada Madiinada uu ka bixi jiray baqiicul qarqad habalaha baqiic waxa qarqad lagu bixiyay geedkaas ku badnaa in ta kale arinta hadiiska ku jirtay waxa weeyaan dagaalku wuxuu u dhaxayn doonaa waa dagaal diineed waa muslim iyo yahuud dhagaxan iyo geedkan markii dhawaaqina عربون أوران ميان عجمون أوران ميان ريهبلون أوران ميان يا مسلم قود وقع يا مسلم مركا صفة الإسلام أيو قود وقع صفة قول إيا قبيالد ماءها وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم وحويري مركا حديث كهورا يهود وحلق جبن ودقال دينيت waxaan maanta carabta ay waday leeyihiin waa carab iyo yahuud buu dagaal qoomiyad ku dhisan yahuud waxba kama qaadayo dagaal diin ku dhisan oo islaamnimo ku dhisan umba yahuud jabin doona wa anhu qala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam nabigu wuxuu yiri walladhi nafsi biyadihi baan ku dhaartay la tadhhabu ad-dunya adunku tagi maayo hatta yamurra ar-rajulu ila uqafku sumra bil qabri qabri usumra فيتمرغ عليه
قبرك يبو كدل قلقلن قفكم ويقول وحون أرندونا يا ليتني مكان صاحب هذا القبر يا ليتني هو قيقئ محان أهان ويقفك قبرك كجرا يعني محان أدمن ويبري هرعون ننك قبرك كجرا أن أنقوا واي وليس به الدين نبي قحير عليه السلام قفكا وحو سيدا لتمنيه وسيدا لدونيه ما أها سبب دينه وليس به الدين يعني الدين دراد دين وهوس دبانتاي ويدك ميدو كردباي وليس به الدين بيو قريانيه مركا أدو سبب دينه ما أه ما أهانن كان اسم لدى ووقت فتنات ووقت فتنات ودين تاذيبا مال كرد عدونتا أما دين تاذيبا وحويان يان كوبت بادين أما يعني أدو سبب دينات كما وضو هيا مركا محلة مني إنو قفر قال لها ما به إلا البلاء قف كان يعني لب أمباهيست لب يا امتحان كالي أمبو سيدة اللي هي متفق عليه مركتان واحد كاران يعني بلاي ذا كلا أردع دونتا الدنيا ذا آذو فربضان دونتا إلا أوقفكو ومركة من يسيدة عن سو الشيقني. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي غيري وليس به الدين أنورت كل إساسا إيه شكل سن شروح كل طبعاً هي ودار المنهاج وطبعاً آذو في عن مركة شروح ذا نساسا كتا على مركة ولقى يا بأينا إساق يدينك محيدة قرن أهاس دوان تاي ولقى يا بقارن إساقو قرن تاي وايو كتوف ربضان وحاجر تا حركات كذا آد أن أضبط إنن لكن وحي ساسو كلا وان ليسكو براروجي وحي قلا وان ليسكو براروجي ومهم جدا قفكي أركا وحي ير هوسلو إنو براروجين تو أدبو في عنتاي. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي غيري لا تقوم ساعة ساعد مكعيس حتى يحسر الفرات حتى يحسر إلى أوككعو الفرات وبيغا فرات لبيغا عن جبل بور بو ككعدونا بور تاسو من ذهب ذهبها يقتتل عليه والسكد دقال دونا بورتا فيقتل والدل دونا من كل مئة بقل كي قف بوحال لقدل دونا 99 سقال إيا سقاشن قف بعد من بقل كي با مدبا بدبادي فيقول كل رجل منهم ننكستو أو بقولك كمدي وحورا دونا لعلي أن أكون أنا أنجو وحلق يابا أنيقو إن بدبادو. وفي رواية يوشك وحاسو دقدق دونتا أن يحسر الفرات فرات إنو ككعو عن كنز كنز من ذهب فمن حضره قفكي حاضر كنزك يبورت الذهب كعه فلا يأخذ منه شيئا متفق عليه وحبيونا كقال أن مركب وبيق فراد ليراه ذو إذا شام إي عراق يرولك أمرا وكان دي وبيق السعوض مركب وحرد عدو أنت إن وبيق السعوض أو كوي ذو هل كان مرين كان ومرايمك لأنك ملبو مرايو دي ديحبو مرايا مركب دي هاسو كوي عندونا ملك الأمر الدنا وبيجو. مركه هالكي أمر الجري أو كوي عذاب أو حاب كسر بحه الدنا كوك وبيجو كوي عذاب وبيجو حك كعياد أو وبيجو ماشي كوي عذاب أو حاب ماشي لجارك الدنا. ودل مر الجري أو صوب بحه الدنا تبوردن وذهبها أو دلاليس أو جدودن أو عسان وذهبها. وخاصيتك كده يدخل لين دنا بقول كي قف ما متبدد بعدين نينك سين وحني دي سكجرت وحاس ودم حلقة يا بعين الدنتانات. كليجا أدبد بد دواك مركب النبي يقول إن لو ورقفك هلك جادو وحباك قاضني وعلى ماذا صوصلا. وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي كان كم قلا يسقى عليه
يتركون المدينة ددك وحي كتك الدونة المقالة المدينة على خير ما كانت وقت اقو خير بدنيد اي اقو واناك سنيد اي اي ددك كبح الدونة اي كتك الدونة ولا نعي الدونة لا يغشاها مقالة المدينة امسوه يندون إلا العوافي دقاق موين يريد وحو عوافي كودا عوافي السباع والطير دقاق شمبرها إيو ورابا ياشا وحا أمبا مقالة المدينة وقت وحا يمن دونت مقالة المدينة وحا أسوه إذا إيساق لا يؤون نقون دونا ورابا يال إيا شمبرو وآخر من يحشر قفك أدن بي مقالة المدينة يعني لسو حشر الدراما إيمان دوناي راعيان والبا أرجر ومن مزينة ري مزينة أها يريدان المدينة مقالة المدينة يقول ربعين يسو قلان بي لسو حشر الدراما يعني إيمان دونان ينعقاني وحيئها سياني أفرديان بغنمهما أرغوضا أيهود دواقيان فيجدانها وحي مركا مقالة المدينة أركي الدونان مركا يمادين وحوشا حيث يقول لك وحوشا ما يقول تعالى يعني إيه ذي وحاويا وحشي يعني عدلاء حتى إذا بلغ مركا يسوق دان ثنية الوداع ثنية الواجير أما كارينير wadaana waxa lagu bixiyay bariga hore ee qolka safarka iyo dadku ay baxayaan baa lagu sii sagootay jiray lagu sii macsalaamay jiray lala sii dardaaran jiray markii buurta yar karinka yar laga gaaray jiirta yar baa laga soo noqon jiray intii la macsalaameeyo marka saasa saniyada wadaa lagu bixiyay jiirtii macsalaaminta qolkii ay madina de la soo xashray ay madina soo qolkii halka saniyada wadaa soo gaaraan ayaa kharra ala wujuhihima wajibay u dhici doonaan مركا وح مقالة المدينة قسو أقدا وهذا اللبضا ننبع قدام بين دونا متفقون عليه وحكى لها قيامه وعن ابن سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي قحيري يكون وحاهان دون آخر زمان كخليفة قف مدح ومن خلفائكم مدح دين كم ذها يكون وحاها دون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان آخر الزمان كوحاها دون أن مضحا ننكا سيحث المال حولها حولها هي مالك يعني عن طوبي دون قعنت ونساء أقرين بلا حساب ولا يعده أن ترنهن المالك يعني وحب حين دون قعنت ونساء أقرين وحي قعنت ونساء أقردو mana tirin doono marka ninba la weydiiyo ruwada kamid la yiraahdo ninka ma umalayn inuu yahay Umar ibn Abdul Aziz marka suure maya ma aha Umar laakiin waa nin kale oo soo socda mutafaquna alayhi wa anabi Musa radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala nabiyyu hayr la yati an ala an-nas dadka waxa ku iman doona zamanun waqti yatufu ar-rajulu fihi uqaf kullu wareegi doona bisadaqati صدق راس من الذهب الذهب أهم أو فلا يجدها لما أحدا قف يأخذها منه كقاطع قف وقت حائما وصدق يزكى لبح الدون الزكى ولب الذهب أهم وحول لما يا رئيسا لما يا رئيسا وحول ربنا وقف كقاطعين وهلا هذا نوح كقاطع كمايو ذات كان ننكست يحولو اسكاي استقار بكورن ذات شرعي ايمان لايد وان كان قاد لها لكن ما انتهد ومبهن يوكام قاضي وين وقت سوى صعدا ويرى الرجل الواحد ويرى وحال أرك دون الرجل الواحد هل كينين أو يتبعه أي راعي سوى أي كحر انتهي أربعون امرأة أفرت الناغوض يلودن به ننكا مغن قليا يعني يلودن به ننكا هوس جوغو أو مغن أوهو دي مسولي دي سكو جران بحيث أسود عيسى من قلة الرجال وكثرة النساء رواه مسلم رجياري رجياري يدمر بدني وكثم حول يا النبي عليه السلام آخر الزمان كوحي من دونا أفرت الناغود
ayaa hal nin bay hoos galayaan, macnuhu wuu guursan hayaa ma ahane, laakiin hal nin baa afarta naagood ka mas-uul ah. Waxaa laga yaabaa intaas waa eedooyinkii habaryarihii gabdhihii uu dhalay, kuwa walaashiishii dhaleen, kuwa laga dhintay, adoo afarta naagood baa waxay yeludna bihi wala hoos galayaanay, dee mas-uuliyadooda ku hoos jiraan hal nin oo keliya. Sababtuna waa maxay? Min qilati rijaal, waa rag yari iyo dumar badni. Sababtay raggu ku yaraan hayaani waxa weeyaan, marka horeba raggu dhalashada way kaga yar yihiin gabdhaha. Gabdhaha way ka yar yihiin, inta wiil ee dhalata iyo inta gabdhood ee dhalata waxaa ka fara badan inta gabdhood ee dhalata. Marka raggu marka horeba abuur ahaan way ka yar yihiin. Taasoo jirta oo markii horeba raggu ay yareen ka sitir ahaan ay ka sii yaraayeen, ba haddana waxa dagaal ku dhintay ayay u badan yihiin, waa rag undi. Waxa dagaal ku dhintay waa rag un. Dagaalkan caadiga ah iyo gumaadkan iyo waxaan dhacay ciidamadan iyo waxaan dhimanaya waa rag un. Marka iyagu markii horeba yarabay haddana sii yaraanayaan. Waxaana dhacda qadarka geeriduna waxay kaga badan yihiin, geeriduna rag iyo dumarka raggay kaga badan tahay. Lidaalka haddaad u fiirsato inta reerka yani xaaskadi, inta naagood caruur agoon ahaysa iyo inta nin ay naagtii ka dhimatay iskuma tiro dhowa. Yani waxaa ka fara badan ragga hore u dhintay inta badan, marka geerida nafteeda waxay kaga badan tahay ragga ayay dumarka ka badan tahay. Marka iyagu marka hore raggu abuur ahaan sii yara, eedana xabadna sii yaraysay, xanuun iyo waxa weeyaan malakulmoodna uu sii yareeyey, marka wixiibaa sii yaraaday tiiba keenta marka dumarkii inay ka fara badan yihiin ragga intaasoo jeer. Marka waana tuu sharcigu u sharciyeeyey inuu ninku guursado, imisa inuu ninku afar u bannaan tahay inuu guursado. Waayo haddii la yiraahdo nin kastaa ha guursado un, maxay hal gabadh oo keliya, nin iyo naagun se gaaladiina leeyihiin, dumarkii way ka fara badan yihiin ragga. Marka haddii la yiraahdo nin kasta gabadh un qabo, gabdho badan baa soo hadhaya. Marka gabdhaha taladoodu maxay noqon? Gaaladii way taliyeen, waxay yireen anaku waxaan leenahay ninkuna naagna ha guursado, inta kalena ha kula socdo maxay xumaan, xumaan ha kula socdo, ha tunto, oo waxa weeyaan saaxiibad ha yeesho oo khariilaad ha yeesho, ha iska tunto. Marka tumashay ku daweeyeen iyo zino iyo xumaan. Dee tumashadii gabadhii ninkan maalan la tuman haysa ama xumaanta kula socotay xaq male, xuquuq male, kira kumale, guri kumale, dawo kumale, wax alla waxay leedahay waa hameenka un waxay ka hesho bas. Laakiin sharcigu iyo diinta islaamku waa dawaa diin ilaahay soo dejiyey, waxay bannaysay guur labaad iyo guur saddexaad iyo guur afraad. Oo tan afraad iyo tan saddexaad iyo tan labaadna waxay leeyihiin tii hore xaqay leedahay, yaani guri bay leedahay oo biil bay leedahay oo waxa weeyaan dawey leedahay oo mas-uuliyad dhan oo reer ayay leedahay. Taasu markaa sharcigu ku daweeyey ummadihii dee kolkay layska diiday maanta, taa ilaahayna waa idinka arka waxaa dhacaya. Marka waxaan xumaantan dhacaysa iyo zinada faraha ka fara badatay, dawadeedu waa inay tacadud la furo. Guur labaad iyo guur saddexaad iyo guur afraad waa in la furo, baabka unbaa lagu daweyn karaa. Rawaahu Muslim. Wacan abi hurairata radiallahu tacaala canhu can nabiyi sala allahu alayhi wasalam sala allahu alayhi wasalam, nabigu wuxuu yiri, intii hore sheekhu wuxuu ka soo warramayo intan dhexda intii dajaal ka dambeysay waxa soo socda, iminkana sheekhu wuxuu ka warrami doonaa axaadiis ku saabsan waxyaalo horay u dhacay, qisas dhacay iyo xikaayooyin dhacay buu ka warrami doonaa. Qaala, wuxuu yiri, marka axaadiisu say u nidaamsan yihiin baad arkaysaa. Xadiisba wuu iska qoray inuu jira xadiiska imaamku calayhi raxmatullah wuxuu u doortay cinaayo cajiibuhu ku doortay xadiis kasta ay munaasib ku yahay halkiisas, imka qisas buu gali doonaa dhacay. Qaal, wuxuu yihi, ishtaraa rajulun min rajulin caqaaran, nin baa nin ka iibsaday caqaar. Caqaartuna waa hantida maguurtada ah, yaani dhulka iyo beeraha iyo waxaanan guuraynin ayaa caqaarad la yidhaahdaa. Fawajada ladii ishtara alcaqaara, kii caqaarta iibsaday baa wuxuu arkay fii caqaarihi maguurtadiisii jaratan jalxad fiiha dahabun, uu dahab ku jiro. Faqaala lahu ladii ishtara alcaqaara, kii caqaarta iibsaday baa kii uu ka iibsaday ku yiri, khud dahabaka, dahabkaaga qaado, inama ishtaraytu minka alarda, anu dhulku maan iibsadayen, jalxadan dahabkii aan dhulka dhexdiisa ka arkay malihi,
ولم أشتري الذهب ذهب كما يبسن. وقال الذي له الأرض كي دولك لهابا يري إنما بعتك الأرض وما فيها ورأن دولك إيو وحي كجرب وانكائبي فتحاكما وحي أحكم تغين إلى رجل نبيرين كالسار ننكاس كالسارينا محكم بالير هذا. فقال الذي تحاكم إليه كي أينك لحكم يرهدين يسولة تغين با كيري ألكما ولد ورؤبد ملاديهم. قال أحدهما وحير لي غلام ويلبان لا يهانو. وقال الآخر كي لبان حير لي جارية أنك وربان لا يهان. قال ننكي كالساري يبين أنكح الغلام الجارية ويلك قبر أردسا وأنفقوا على أنفسهما منه كون النفقية أو كبيلة ذهب ك فتصرف حين كي يلا ينكرك فتصدق مركا فتصدق موحبا كي يلا إن سو شيغي إن ساسا نسحين كتالب لي هاي شرحي تعليقي إن كصدق ليس أما كتصرف أوسية متفق عليه. مركا حديث كان وحوكا والرمية هدير دول أد إيبستو دول هدير إيبستو دول كاد وحكو هوس جيرانا هذا أمبا إسكالي. لكن ننكني ذهب كي أوكهلي محوق قادم وإلا سقال هاي وورع أهان ورع وحورع ليري هذا الجرى ورع وحويا ودرجو قفك إلهي وقادسيو ودي أد أوينو وحبضن أو إسكبنان إناد كتكتو مركا ورع أهان بوسو عليا حقيقانا سقال إسكالها كي كلا نفتي سنا وكسري سو كلا ورع بإسنا هاي واكن إسنا ودي دي تاسوا ميت مركا أرنتنا ورع بيكا هيد أرنت اللبا اللبا قفة إس خبستو وقف الله يسولة تقول إرادة هبلو نكال السار ننكا مجعيس محكم بالي إرادة مركا حكم كو قويو اللبا دون قف بويكو قسبين يعني ما أها إنتا مربنا نشريعة دي إسلام كي إنتا ترادة هبلو نكال السار مركو إذن سالك إذن كلا سارة كدبنا آتر على محي فرها أتاك تاك تتاسي مبنا أما مركو ربا هاي سولة تاقينا أما لكن هذا المرء سورة تكتان ننكا حكم كيس ونافذ ونبحيا سيدا وننكا نسميه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والله أعلم.